اتبرع عشان نقدر نداوي قلوب أكتر. مركز أسوان للقلب الجديد، مفتاح قلوب أكتر بين إيديك. مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، من القلب للقلب. يقال أحيانا في اللهجة العامية فلان مرفوع عنه الحجاب. ما معنى مرفوع عنه الحجاب؟ أين أن الحجاب بين قلبه وروحه قد ارتفع، وإذا ارتفع الحجاب بين القلب والروح اتصل القلب بالروح، فصار القلب متلقيا مباشرة عن الروح، تلقيا أنت تدركه. هذا موجود؟ نعم هذا موجود. يوجد من الناس من يدرك بإحساسه تلقي قلبه عن روحه، والروح من أين تتلقى؟ تتلقى ممن هي منسوبة إليه. قل الروح من أمر ربي، فالروح تلقيها من أمر ربي جل جلاله، فيصبح حال السالك إلى الله حال من اتصل قلبه بروحه، فارتقى القلب بارتقاء الروح، فأصبح للقلب إدراك مختلف عن الإدراك الماضي. كان في السابق القلب من أين تأتيه المعلومات؟ كيف يدرك القلب؟ يدرك من إشارات من النفس أو إشارات من العقل، والعقل إذا آمن القلب تلقى عن الشرع، فأصبح يقول للقلب هذا صواب وهذا خطأ، هذا حسن وهذا قبيح، والقلب أصلا عنده قابلية الفطرة النقية التي كانت تشوشت بالنفس، الأمارة بالسوء بأمارية النفس تشوشت بالمعاصي بالذنوب، لكنها بعد أن ارتقت النفس بدأت تعود إلى الفطرة مرة أخرى. إن عدت إلى الفطرة مرة أخرى أصبحت هذه مصادر إخبار القلب. القلب ماذا يرى؟ يرى ما تراه العين. ماذا يسمع؟ يسمع ما تسمعه الأذن. بما كيف ينطق؟ ينطق من خلال اللسان. هذه أدوات من؟ أدوات القلب. تعامل القلب من خلال الأدوات الحسية مع شيء مما له صلة بالغيب بقدر إيمانه بالغيب. إذا آمن بالغيب أخذ ما في القرآن الكريم أخذا قويا، فأصبح يتلقى تعليمات القرآن ونور القرآن. لهذا لما جعل الله أوصاف المهتدين في أول سورة البقرة، جعل أول أوصاف المهتدين ماذا؟ الذين يؤمنون بالغيب، ثم قال ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه أيضا كلها غيب، افتتاحها غيب واختتامها غيب. إذن القلب له مصدر لكن من خلال الغيب، الإيمان الكلي بالغيب دون أن يشاهد هذا الغيب. قلبي ومفتاحه دول ملك إيديك، ومساء وصباحه بيسألني عليك.